أهلا بيكم في أشهر ميدان في أشهر مدينة في تركيا، ميدان تقسيم في مدينة اسطنبول. طبعا اللي فات ده نصب الجمهورية التذكاري، والمسجد ده هو مسجد تقسيم. الرحلة دي كانت سنة 2019، فممكن تلاقوا الملامح والمعالم متغيرة شوية. طبعا زي ما حضراتكم شايفين في ناس كتير جدا ماشيين في الشوارع، لأن هو مكان في الأصل للتنزه والترفيه يعني. وطبعا اي حد بيتمشى هناك هيلاقي الحمام ده يعني كده بشكل جميل موجود في كل حتة، يفكرني يعني بالحمام اللي في الحرم يعني في السعودية، او اللي قريب من الحرم. ده شارع مؤدي لميدان تقسيم، اعتقد ده الشارع اللي فيه مركز اتاتورك الثقافي، اعتقد هو ده، مش متأكد. وده يعني حاجة كده تذكارية خاصة بنصب 15 يوليو. طبعا دي بقى تقسيم بالليل، هتلاقوا مطاعم كتيرة جدا، مطاعم فخمة طبعا ومقاهي كتير، وهتلاقوا برضو عربيات بسيطة زي كده بتبيع حاجات تسالي، وبتبيع سندوتشات كباب، وبتبيع بطيخ، حاجات كلها حاجات يعني اللي عايز ياكل في أماكن غالية هيلاقي، واللي عايز ياكل حاجات على عربيات وكده برضه هيلاقي كل حاجة متاحة. البطيخ عندهم بصراحة طعمه كويس جدا، والكرز كمان، خاصة لو انت في الصيف بقى والحاجات دي ساقعة كده. الشاورما بقى، الشاورما في ميدان تقسيم ما كانتش حلوة بصراحة، ما حبيتهاش. الشاورما في تركيا عموما حلوة، كانت كويسة جدا، لكن في ميدان تقسيم مش عارف، ما حبيتهاش خالص. واضح ان هم شغالين على زبون اليوم الواحد اللي هو بيجي مرة وما بيجيش تاني، فجودة السندوتشات عندهم مش احسن حاجة بصراحة من ناحية الطعم. ما حدش اتصدم يعني لو راح وجرب الشاورما من ميدان تقسيم. ده بقى مكان زي سوق كده شعبي، فيه حاجات اكسسوريز خاصة بال يعني ايه اللي حابب يشتري هدايا وكده، هيلاقي حاجات كتير زي كده كويسة واسعارها حلوة يعني. مليان طبعا هدايا زي ما انتم شايفين، واخد شارع كامل اللي حابب يعني يتمشى ويشتري. طبعا ده الترماي بقى يعني اشهر منار على العالم يعني. وده شارع الاستقلال، بدايته كده يعني من ميدان تقسيم. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون عن شارع الاستقلال، اخدكم فيه في جولة كده من اوله لاخره ان شاء الله، تابعوني.